تحية مجددا لكل مشاهدينا وكل متابعينا من خلال هذه الحلقة الجديدة من ظلال الأصيل. وفقراتنا اليوم فقرات مميزة جدا. وأولى فقراتنا مشاهدينا حنتكلم عن واحد من الموضوعات اللي بتخص الملكية الفكرية في المصنفات الأدبية لهذا التطور الكبير الموجود في السودان للمنتوج الإعلامي بالتأكيد. وموضوع الفقرة الحقوق والحقوق المجاورة. وفقرتنا الثانية مشاهدينا برضو حنتكلم فيها عن واحدة من الموضوعات المهمة أبو الفنون المسرح السوداني اللي حقيقة في هذه الفترة بيواجه عدد من المشاكل وعدد من القضايا المتعلقة بكل المميزين في الدراما. آخر الفقرة مشاهدينا معانا هي كنوز محبة، فنان جميل مختلف عنده علاقة جميلة جدا من الفنان الراحل زيدان إبراهيم. ودي فقرات اليوم من خلال ظلال الأصيل، والابتداء حتكون بالتأكيد مع قانون الملكية الفكرية. وزي ما عارفين أنه المنتوج الإعلامي الكبير الموجود بيحتاج لتوثيق بالتأكيد، والإعلام الحديث والتطور الكبير الموجود في الإعلام هو دافع للاهتمام بقانون الملكية الفكرية اللي هو طبعا واحد من القوانين اللي أجهزت في العام 2013. سعيدة جدا أنه يكون معي في هذه المساحة دكتورة نجاة الطيب المرضي، خبيرة الملكية الفكرية ومديرة الإعلام والعلاقات العامة بالملكية الفكرية. أهلا ومرحبا بك. مرحبا وسهلا. معليش أنا أسفة جدا، صوتي تعبان شوية. سلامتك، ألف سلامة. الله يسلمك. لكن طبعا أنا بس كنت حريصة على أنه لازم أسجل حضور لأنه الموضوع مهم وشيق وبهم المبدعين وبهم الابتكار والأفكار. ونحن من همومنا في وزارة الثقافة والإعلام وتجديدا للمواكبة والتطورات التي والتقنيات لازم كان لابد من المجلس المصنفات الأدبية والفنية ويواكب هذه التطورات وهذه التقنيات. صحيح. بدليل انه غيرنا كثير من القوانين وكثير من اجل التطوير. ايوه، من اجل التطوير والجوده والمواكبه والحمايه للحقوقنا والحقوق المجاوره. احنا حنقف في عنوان الفقره في البدايه، الحقوق والحقوق المجاوره. يمكن بعض الناس بيستفسروا عن المعنى لهذه الفقرة الحقوق والحقوق المجاورة. وأنا عندي مثلا منتوج كبير جدا عايز أحافظ عليه من خلال الحقوق والحقوق المجاورة. نحن إذا عرفنا المؤلف أولا هو التأليف هو الابتكار الإبداعي والابتكار الفني لشخص فنان أي كان نوع الفن، أدبي فني أي كان نوعه، هو ابتكار أدبي. صحيح. وابتكار شخصي. هذا الابتكار بيستغله أحد من اللي لهم علاقة بهذا الفن وبهذا الابتكار لتوضيح هذا الفن. مثلا نحن نضرب مثل بالفنان. نعم. الفنان هو صوته مؤدي جميل، بتغنى لكلمات قصائد جميلة مبدعة معبرة. عندنا معه العازف هو حق. صحيح. مجاور. الفنان الأدوات المكملة دي اللي هي دائما المجاورة المكملة المكملة للإبداع الموضحة للإبداع التي هي يعني أدتنا هذا الإبداع، إبداع ملموس، إبداع متكامل، إبداع نحن اتأثرنا به بكل التأثيرات الفنية إن كانت أدبية أو كانت حتى علمية. جميل. طيب أنا يعني طالما تحدثنا عن الفنانين يعني معروف لدينا يعني إنه أي أغنية تجاوزت 50 عام هي بقت ملك عام. نعم. لكن دائما المشاكل بتكون في الأغنيات مثلا أو في الأعمال الشعرية أو اللحنية قبل 50 عام. أنا داير أعرف إنه أنا كيف أحافظ على حقي قبل ما يتم 50 عام يعني ويبقى حق عام. والله نحن بكل أسف قبل الفترة الأخيرة دي يعني كان في عدم اهتمام، أنا يعني بقول فعلا يعني عدم اهتمام بحفظ الحقوق. لكن الفترة الأخيرة دي الحمد لله ظهر الثقافة. أيوة. وانتشرت بصورة واسعة بدليل نحن يعني في المصنفات بقت بالنسبة لنا ملموسة ومعروفة بعدد من الفنانين بعدد من المبدعين، إذا كانوا كتاب إذا كانوا
فنانين اي نوع من الفن. صحيح. حتى برامجنا هنا التلفزيونيه دكتور نجاة على فكره المفروض يعني اي زول عنده فكره صاحب فكره لبرنامج او محتوى معين المفروض يسجل في الملكيه الفكريه. ايوه بس نحن شفتي كلمه فكره دي برضه نحن انا امسكك في كلمه فكره دي عايمه هاي الفكره دي نحن كلمه فكره طبعا انت بتفكري وانا بفكر وغيري بيفكر لكن الفرق بين الافكار دي كلها التنفيذ المعالجة والتنفيذ تنفيذ الفكرة يعني الفكرة بمعنى انه انا ممكن انفذ فكرة فكرة معقولة قصيدة رواية موضوع سياسي موضوع شخصي المهم انا اخذته في اطار فني جميل ودي باعتبارها دي فكرة او ابتكار او فن شخصي لكن احتمال الفكره بتاع شخص ثاني تكون فيها استحاله كيف في التنفيذ يعني ما يقدر ينفذها ايوه ما يقدر ينفذها يعني مثلا يكون في هو حاول مثلا يعمل روايه تكون الروايه اي روايه او اي عمل فني عنده ضوابط عنده شروط عنده خصائص يعني بعدين نحن في المصنفات انا يعني اي عمل فني بيمر بعدة مراحل حتى ينال شهادة التسجيل للمؤلف. طيب أنا مثلا عندي حاجة عايزة أسجلها في الملكية الفكرية كتاب برنامج حتى إذا لوجو بتاع يعني شعار لحاجة معينة وكذا التفاصيل شنو أو التراتيب شنو ممكن أعملها؟ طيب المصنفات عموما همها الأول والأخير الحماية تجي يا أستاذة في المصنفات عندنا فورمة بتملية صغيرة استمارة فيها بياناتك بعدها نحن بناخد شغلك ده لازم يكون ملموس إذا كان مخطوطة يعني يكون مخطوطة مكتوبة وإذا كان مثلا لحن وإذا كان أي نوع من الفن المسموع يكون مسجل في أسطوانات في لجان مختصة بمر عبر اللجان كل لجنة نحن عندنا لها تصنيف معين إذا كان شغلك سياسي اجتماعي درامي فني أي نوع من أنواع الفن وأي نوع من أنواع الابتكارات بمر عبر لجان متخصصة نحن بموجب التقرير أو الأوردر اللي بتدينا اللي هو اللجنة نحن بنحفظ العمل الأدبي احتمال تكون اللجنة عندها بعض من الملاحظات أو يكون عندها بعض من الـ 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 مثلا تفتكر أنه مثلا الشغل ناقص لأسباب معينة والأسباب المعينة دي يعني نحن دائما بنشترط في الشغل يعني ما يكون متعرض للعادات التقاليد ما يمس بها ايوه من غير ما نخش لعاداتنا وتقاليدنا او من غير تشويه لدين معين او للديانات عموما صحيح او لاي من الاشياء المؤثره في الشكل العام طيب. للفنان طيب انا مؤلف عندي قصه عندي روايه عندي كتاب مفروض اتعرف على الاقسام اللي ممكن ادخل فيها اتعامل فيها واتثقف اكثر واحفظ حقوقي نحن اهم اداره او اهم قسم في المصنفات هو قسم حق المؤلف نعم وقسم حق المؤلف زي ما ذكرت لك انه همه انه الحمايه الخاصه بالمؤلف هو قسم ولا أقسام معلش هو قسم الجسم الأكبر أو الجسم الذي يعتمد عليه كل المجلس في كل المصنفات التي تأتي إلينا إذا كانت أفلام إذا كانت سيناريوهات برامج إذا كانت دراما إذا كانت روايات إذا كانت قصص إذا أي نوع من أنواع الابتكار الفني الأدبي صحيح. كل هذه المصنفات عندنا في إدارة اسمها إدارة حقوق المؤلف إدارة حقوق المؤلف بعد تكملة الإجراءات العادية الإجراءات التي مثلا
تمر بها، يمر بها التأليف. في إيداع، في رغم إيداع، رغم إيداع، رغم هو رغم إيداع دولي. أيوة. هذا الرغم الإيداع الدولي اللي هو بمعنى إذ بالنشر. يعني مثلا إذا في أي مكان من العالم، في أي دولة، وعندي رغم إيداع بيحفظ لي حقي في أي مكان، في حزل حزل حزل. طبعاً دي فائدة التغنية يعني. نعم. بيحفظ لك حقوقك كاملة. وهذا الكتاب بقى ملك شخصي بالنسبة لك. وهذا الكتاب لو مشيت أي دولة في الدول ممكن باعتباره أنه هو محفوظ وممكن تطبعيه. وطبعاً هذه الخاصية نحن جاد نحن استمتعنا بها في السودان بموجب اتفاقية بيرن. ايوه. كل الاعضاء الموقعين على هذه الاتفاقيه يتمتعوا بهذه الحقوق الخاصه بالكاتب. صحيح. الكاتب في الكتاب انا لاحظنا في الفتره الاخيره انه بيعمل عقودات مع اي دور من النشر اذا كان برا السودان واذا كان داخل السودان، لكن بيجي بعض الحاجات هي مؤثره. ونحن أنا من هنا بناشد أخواننا المؤلفين والكتاب وأي نوع من الابتكارات الفنية والأدبية استعين عندنا إدارة إدارة قانونية فيها مستشار قانوني وحفظ الحقوق. أيوة. تحدثت عن وجود إدارة، تحدثت عن وجود أقسام، تحدثت عن رقم الإيداع لحفظ الحقوق دوليا دلي. بعد كده ممكن تحصل يعني ممكن زول يسرق عمل زول، دوركم شنو في الحتة دي؟ قبل هما يسرق او يختبس قبل يختبس او ينسخ او الكتاب ده يحصل له قرصنه. نعم. انا لما الكاتب يعمل عقد مع ناشر على اساس انه ينشر هذا الكتاب، نعم، لازم تذكر السنه، عدد السنين التي يتم فيها طباعة هذا الكتاب. نعم. ممكن تكون طبعة أولى، طبعة ثانية، طبعة ثالثة. في كل طبعة لازم الكاتب أو المؤلف يكون عنده إذن مطبوع وإذن متفقين عليه بين الناشر وبين المؤلف. النقطة الثانية وأهم نقطة، المؤلف لازم يشترط على الناشر إنه هذا الكتاب ما يحصل له تشويه. نعم. ولا يحصل له تغيير أي كان نوع من التغيير في الموضوع أو في فقرات أو في الفكرة بتاعت الكتاب. بعديها يعني لو في تغيير مثلا بسيط دكتورة نجات ممكن العمل يقتبس يعني أو يسرق إذا أيوة. حصل مثلا واحد نسى أي واحدة من الخطوات دي أنت تتكلم يعني. نحن طوالي في المصنفات بيجي المؤلف بيجيب لنا النسخة الأصلية بتاعته الأصلية. ونحن إنت لما تجي تسجل من بداية التسجيل نحن دائما بنكون حريصين على إنك لازم تدعي في المصنفات نسخة أصلية في صورتها النهائية. نعم. وهذا الإيداع ما يعني ما يعني مهما كانت في أسباب المصنفات ده الدليل الوحيد الذي تلجأ به المصنفات في المحاكم في حالة أي نزاع بين المؤلف وبين النشر. نعم. ده الدليل الوحيد. غير كده هذا الكتاب بمر بمراحل بتاعة نسخ وبتاعة غرسنة ومرحلة بتاعة التشويه. بمعنى إنه هذا التأليف فقد أهم مواضيعه وأهم خصائصه والمؤلف بيكون فقد فعلا التأليف بتاعه الحقيقي. نعم. 2013 أجيز قانون المصنفات الفكرية والأدبية وغيرها يعني من القوانين اللي ممكن تخدم الحقوق الأدبية. خلينا نعرف التغيير الطرا من 2013 واحنا الان في العام 2022 والتطور الطرا ايضا على قانون الملكيه الفكريه في حفظ الحقوق وفي استرداد الحقوق ايضا. ده سؤال مهم. نحن في المصنفات بموجب القانون اول اتغير حتى الاسم الخاص بالمجلس
مجلس المصنفات الأدبية والفنية اتغير الاسم إلى المجلس القومي لحق المؤلف والحقوق المجاورة. في الفترة دي يعني احنا حتى الأجهزة وأنا يعني بكل فخر عندنا مكتبة قيمة فيها كثير من الإذاعات المسموعة وفيها كثير من الإذاعات المرئية وفيها كثير من المخطوطات في شكل كتب أو في شكل مخطوطات علمية. والمخطوطات العلمية طبعا برضو بتشمل الحماية بموجب أنه المؤلف اجتهد وجمع كثير من الأفكار وكثير من الآراء وعمل مقارنات. وزي ما ذكرت لك أنه هذا التأليف بمر بلجان مختصة وهذه اللجان بتدينا التقارير بالحفظ أو بالملاحظة أو بالتزم بها المؤلف في صورته النهائية. طيب ده كلام جميل جدا، يعني انه يكون في تطوير من 2013 الى الان ويستمر التطوير، لانه صراحه انه في منافسه طبعا، يعني انت لما تعاني العالم القارئي في منافسه كبيره جدا في قانون الملكيه الفكريه، في الاحتفاظ بالنقاط ممكن تخدم حق المواطن السوداني المبدع عموما. والابداع واحد من المواعيد المهمه جدا اللي بتطلع لنا منه حاجات كثيره جدا بيقدمها الشخص المبدع للمتلقي عموما. خلينا برضو نتكلم عن الرساله اللي عايز يقدمها قانون الملكيه الفكريه او هذه المنشاه العريقه القديمه في تحفيز الكتاب او في تحفيز المبدعين عموما في السودان. في بالنسبه للحفظ او بالنسبه للحمايه، أنا بناشد كل أخواننا المؤلفين، كل أخواننا المبدعين باللجوء إلى الحماية. والحماية هي يعني أول حاجة، يعني هي في عندها أهداف وعندها مرام كبيرة شديد. أول حاجة بتخلي في حركة ثقافية بين المبدعين، بتخلي في تنافس بين المبدعين، تنافس آمن، تنافس شريف، تنافس فيه أفكار جديدة، فيه تطورات جديدة. وفي النهاية هذا التنافس وهذا الحراك الثقافي في يوم من الأيام برجع لنا كحضارة وكإرث، بدليل أنه نحن وبخدم الأجيال القادمة الواعدة، يعني بدليل أنه نحن الإرث اللي نحن أسي كثير من الأعمال عندنا نحن أخذناه كنواة من إرثنا القديم. ونحن السودانيين ناس معروفين بالأفكار وبالإبداع. صحيح. من زمن الحكامات ومن الدوبين. طبعا الحكامات خلاص حقهم بقى ملك عام، يعني ملك عام. نحن سعيدنا بك جدا وبهذا التنوير الجميل جدا عن قانون الملكية الفكرية اللي أجازته للمصنفات في العام 2013 دكتورة نجاطة طيب المرضي خبيرة الملكية الفكرية ومدير الإعلام والعلاقات العامة بالملكية الفكرية. للشكر لحضورك، مساء الخير. كلام داير مساحة تانية اتكلم بصورة أكبر. بس برضو يعني بناشد للمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة إنه لازم نحن المبدعين الفنانين المبتكرين لأي نوع من أنواع الفنون لازم يحصل له حماية لأسباب كثيرة، ونحن ذكرنا وفي جزء يمكن نحن ما أدا يعني الزمن ما وسعنا إنه نذكره. نعم. شكرا لك، شكرا لهذه المعلومات القيمة وكل مشاهدينا.